أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أفادت مصادر للإخبارية في حلب باندلاع اشتباكات بين وحدات من الجيش ومجموعة من إرهابي جيش الفتح على محاور ريف حلب الجنوبي وفي غرب المدينة قرب مدرسة الحكمة وكتيبة الدفاع الجوي وتل بازو، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين. إلى ذلك أفاد مراسل الإخبارية في حمص باستهداف وحدة من الجيش بالتعاون مع الدفاع الوطني تحركا لمجموعة من إرهابي جبهة النصرة على محور الغنطو بريف حمص الشمالي، وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين. أفاد مركز التنسيق الروسي في حميمين برصد 6 خروقات لاتفاق وقف الأعمال القتالية ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سوريا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد خروقاتها للاتفاق منذ بداية تطبيقه إلى 900. ولفت المركز إلى أن ما يسمى جيش الإسلام قصف عدة بلدات بريف دمشق، في حين أقدم ما يسمى الجيش الحر على قصف بلدتين في ريف اللاذقية، مشيرا إلى أن سلاحي الجو الروسي والسوري لم يوجها أي ضربات إلى مجموعات مسلحة أعلنت انضمامها إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية. استشهد الشاب الفلسطيني رامي عورتاني برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بذريعة محاولته تنفيذ عملية الطعن. وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال أخرجوا الشاب من مركبته وهي من نوع أوبل والتي كان يقودها للخروج من مدينة نابلس، وأطلقوا النار عليه بدم بارد ومن مسافة قصيرة وهو ملقى على الأرض. وفي خبرنا الأخير، واصل طيران النظام السعودي خروقاته لوقف إطلاق النار منفذا سلسلة غارات خلال 24 ساعة الماضية على عدد من المحافظات اليمنية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر. وردا على تلك الخروقات، قضى الجيش اليمني واللجان الشعبية على 10 عناصر من مرتزقة النظام السعودي، فيما أصيب آخرون في عملية نوعية للجيش بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة، إضافة إلى تدمير آليتين للمرتزقة. ختام الموجز، إلى اللقاء.